je dirais que la fermeture de la liberté ou le خروج مجلة الليبرتي من الساحة الوطنية من الجزائر هي سي اون ريالي سويت لوجيك على واش قاعد يصرا في الجزائر بارابور ا توسكيي بريس ليبر ولا بريس غولاتيفمون ليبر. الغلق المجلة الليبرتي ما يتوقفش فقط على الجانب الإعلامي تاع المجلة الثانية، لأن نظن بلي المجلة هذه عندها دور كبير في لانستوراسيون دو فرونكوفوني وسي في الجزائر، يعني نشر الفرونكوفونية في الجزائر تعتبر من 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 الوسائل اللي تستعمل اللي تسمح لنا كجزائريين أننا نخاطب دول أخرى، يعني الدول التي الناس اللي ما يقراوش بالعربية. هي مش بفرق فقط يعني مصدر معلومات للجزائريين ليبرتي اوسي سي اون سورس دانفورماسيون مصدر معلومات للناس اللي راهم ما يقراوش باللغه العربيه ومانيش نحكي على الجزائريين نحكي على الناس الدول اللي مجاورتنا كسوا من الشمال خاصه للقراء انتما ما يقراوش باللغه العربيه مجله ليبرتي كما مجله الوطن على كل حال سي بارمي ما بين لي بيليي دو هاد لا ترانسميسيون دانفورماسيون للكندا باغ اكزومبل نقدر نشوفو مثال تاع نوتخ امي زويميه اللي هو مواطن كندي وسائل الاعلام الفرنكوفونيه في الجزائر اللي سمحت ان المعلومه تصل بطريقه او باخرى للقراء الفرنكوفونيين الموجودين في كندا مما سمح اللي اسمها القضيه تاع زويميه تاع الازهر داتخ مونجاليزي اللي عطاتها الابعاد مش العالميه الانتر الدوليه التي وصلت لها القضيه تاع زويميه دونك لا بيرت دو ليبرتي اوتون كو جورنال اوتون كو ميديا خساره الجورنال ليبرتي ما توقفش فقط على خساره هذا المنبع الاعلامي مي ايضا على كصوت للجزائر في الخارج نظن بلي هادي اوسي سي ان بوان بروندر اون كونسيديراسيون دركا ميتنون لي كيفاه ليبرتي يعني لي كونديسيون اللي راحت فيها ليبرتي لي كونديسيون تاع هذا الغلق يعني نقولوا يعني لي كونديسيون تاع الصحافه الجزائريه كامله ككل يعني لي بروبريتير يعني الناس المالك لهذه الجريده هو غلق الجريده هذه دركا لامور تخصو يعني في الحقيقه ما تقريبا نقدر نقول كان ما تهمناش الامور هذه اللي هو غلق عليها الجريده يقول دركا كان امور ماديه والله هو مول الشيء هو مولها قبلها هذه باش ندخلوا في النقطه تاع مول مالك الشيء اغلقه هذا يعني ما حاجه تخصه ولكن لماذا اغلقه هذا هو السؤال طبعا هناك من ربط هذا الاغلاق بما قاله تبون نسمع ما قاله بالمناسبه تبون عن صحيفه ليبرتي اليوم نشوف جريده وشفتوها انتوما في الصفحه الاولى الايون لحية لحشمة كأنهم ينتمون إلى شعب آخر إلى دولة أخرى يوريك لي زيتاجير فارغين وقال أكي بروفيت لي بينوري واش الجزائر وصلت لي زيتاجير فيت لا إله إلا الله محمد رسول الله من كان في نعمة ولم يشكر خرج منها ولم يشعر زغيل عبد الكريم كثيرون ربطوا موقف ربراب بهذا التصريح لتبون بعدها رفع دعوى قضائية من سوناطراك على ليبرتي وأيضا قرار منع صادرات السكر والتي بدت أنها واضحة أن المقصود بها هو ربراب كده ولا هذا شيء يدهشنا ان يعني النظام يتهجم على المجال ما ماهمش في الصف نتاعو كما نقولوا حنا عامه ما يقبلوش النظام هذا شيء ماشي شيء جديد عندنا ما خلاش ندهشوا من هذه النقطه هذه بان سيغتانمون لو جورنال ليبرتي كانت ديرونجي النظام بطريقه او باخرى مش غير هذه يوجد الاخر هذاك لو جورناليست دو ليبرتي اللي نشر ب 24 ساعة يعني واش كان المحادثات ما بين وزير الخارجية واش رئيس صرف المحادثات ما بين الوزير الخارجية الإيطالي والجزائر على المفاوضات على الغاز هو قال في 24 ساعة الافونس بلي راح الصادرات الجزائرية لإيطاليا في الغاز راح تطلع إلى ب 90 مليون متر كوب قيمة إضافية خرجها 24 ساعة من قبل ده ليسونسييل صرا له دي بروبليم للجورناليست ومن بعد اليومين من بعد شفنا وزير الطاقه ينطق بنفس الكلام يعني في الحقيقه يعني باش نعطيك نظره على هذا
احنا عندنا في الجزائر في المجريدة المجاهد كتبت في على موت عبان رمضان باللي قتل في الحدود المغربية التونسية وكان ذهب في عملية اشتباك مع الجنود الفرنسيين. الصحافة تاعنا كتبت واحد الكذبات في الجزائر. الصحافة الإذاعة التلفزيونية كانت تقولنا التصحيح الثوري على الانقلاب اللي داروه بومدين. يعني كان واحد الكذب صراف واحد الصحافة الجزائرية اللي راهي مناهضة للنظام. النظام يريد أن تكون الصحافة تحت يده، أي صحيفة دركا خارجة عن يده هو يريد غلقها. فيما يخص جريدة ليبرتي استعمل سختان من ضغوطات، بصح ممكن نقولوا دركا يستعمل ضغوطات على صاحب الشركة. صاحب الشركة هذه شركة خاصة، هذه ماشي شركة تاع الدولة لكي نعاتب. ولكن لماذا كان هناك اقتراح ان يستلمها العاملون فيها؟ الربراب رفض رفضا تاما، كان يصر على اغلاق الصحيفة. هذا احسن دليل انه كان عنده ضغوطات. هذا احسن دليل باللي راه كانت عليه ضغوطات، ومش غير هذه، كاين ضغوطات على ابناء ولادو في زوج عندهم محاكمات في زوج قضايا مختلفه، يعني قادر ضغطوا عليه باي طريقه كانت. طيب. لكن المفيد نتاعنا احنا هو السبب الحقيقي للغلق هذا، مش غير ما جريدة الوطن الان راهي معرضه للغلق، وماشي بسبب ضغوطات، بسبب الحاله الماليه نتاعها. رانا من 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 اول نتيجه اولى لغلق جريده ليبرتي هي كانت تطبع في المطبعه اللي يطبع فيها الخبر والوطن. اسم الوطن والخبر ديجا المطبعه راهي خسرت ان كليون، خسرت مصدر تاع المال.